بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه ميقان سينيك فيها الماء نتاع المسلحات نتاع السبيكلاس ما يخدمش، كي تنزل هاي ما يخدمش، يستسمع صوت الموتور يمشي والماء ما يخرجش. هو نحلو نشوفوا السبب منين. هو الموتور السبيكلاس يجي من قدام على اليمين تحت البارابو، يعني من نحو العجلة ونحو البارابو ونشوفوا. فكينا البارابو وتو باش نشوفوا الموتور نتاعها خدم. انزل على السويكلاس، انزل على الماء، تسمعوا في الموتور يخدم، وهنا والسويكلاس يخدم والماء ما يخرجش من الماء ما يخرجش من حتى يعني حتى من البيت هذه اللي هي ترش الماء على الشلاع. تو باش نحلوها ونشوفوها شنو الحكايه. لحظه بقى نجيو هنا للدبوزه هذه اللي هي البوتي، فما الموتور يجي قدامها، لازم ندخل يدينا هنا لداخل ونحاولوا نجبدوا الموتور. هذا هي الموتور، شفتوا الموتور؟ هذا الموتور نتاع، هذه هي الموتور نتاع نتاع الماء نتاع السينك. هذا يخدم وما يخرجش الماء. نجرب، اعطيني حاجه كيما هيك. برا انزل على البحر. لا استنى، انزل على الماء برا، انزل صافا عز ما فماش. لحظة لحظة لحظة، هنفكوه لبرا ونشوفوه شنو حكايته. هذه ما تعطيش الماء، هاو تنعاودوها قدامك. ها انا خيط الكرون، انا خيط الكرون. تحبك مون، تحبك بك القهوة مش غادي، تحبك انت ولا؟ هاي برا انت. انزل، ها فما شيء ما يخرجش. صافا عيس، حاولنا نفكوا هذايا من هنا ونسرحوه، يمكن يكون مسخ بالتراب ولا حاجه. سرحناه ونظفناه ورجعناه هذايا، وتوا باش نجربوا بالحاجه لبرا ومن بعد نجربوه مكان. توا نحطه هنا، راه علي اضرب ما اضرب. ايوا صافا باهي، تو باهي. كانت مسدوده سرحناها، تو نجربوا. اضرب ترى، باهي صافا يلزي، باهي صافا. تو رجعوها مكانها، ديما نصبقوا هذايا قبل باش ما يغلقناش في التركيب. صبقوا هذا، وبعد رجعوا هذوما ديريتاتنا بكدا، حاولوا نقولوا ورجعوهم مكان. نصب شوية ماء ونجربوا النوع. ها انزل علي، انزل. ايوا شوفوا، شوفوا الماء كيش ولا يتنشل، شوفوا انا اش شوفوا شاري علي انا. شوفوا الماء، العملية ان شاء الله نجحت.
يعني عملية وسخ بركة، يعني كنا مش نبدل موتور ما كامل، انزل عملية وسخ فقط لا غير. رجعوا البارابوم تاعنا هو كاكا كما كان في الجراف نتاعو كلهم. صبينا الماء، عبينا المهدة بالماء، نرجعوا البشوم تاعنا هو باش نخدموا الماء نتاع سويكلاس ونجربوا ونشوفوا عامل ايه. ها ينزل على الماء، ايوا ها هو الماء يمشي سواء لاباس، عملية لاباس كهو. إن شاء الله تنفعكم الحكاية هذه وتستفادونها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.